شد جلد الرقبة بدون جراحة، حلم كبير لسيدات بعد مرحلة عمرية معينة ان يرجع جلد الرقبة عندهم للنضارة والشكل اللي كانوا بيه ايام الشباب. الحقيقة العصر الحديث شهد طفرة كبيرة قوي في النقطة دي بالذات. في جهازين جداد في اخر عامين كل واحد له تأثيره القوي على النقطة دي بالتحديد، جهاز الهايفو وجهاز الجي بلازما. الهايفو ده عبارة عن موجات صوتية بطول وذبذبات معينة لها تأثير على الكولاجين تحت الجلد، وبتقدر تحسن وترجع الروح والحياة للكولاجين وتفرد الجلد بطريقة جميلة. بناخد النتيجة تقريبا في خلال شهرين، ونقدر نكرر الجلسة كل 6 شهور عشان نفضل نحافظ على النتيجة. الجي بلازما هو راديو فريكوانسي بيشتغل بطول ولينس معين آخر للذبذبات، وبيشتغل على إنه يخلي الجلد نفسه يقصر في الطول بتاعه، وفعلا هو بيقصر طول الجلد لأن الجلد له خاصية التمدد والانكماش، ويقدر يفرد الرقبة ويقدر يخلي شكل الجلد جميل جدا. وميزة الجي بلازما انه بيستخدم جلسة واحدة ونتيجته فورية وبتعيش العمر كله، وان كان بيتطلب احيانا بنج موضعي او بنج كلي في بعض الحالات.